احنا النهارده هنعمل رز بالتونه والخضار. تعالوا نشوف مقادير الرز بالتونه هيبقى عباره عن ايه. رز بسمتي، تونه متصفيه من الزيت، وفلفل الوان، لومي، بهارات سمك وجنزبيل، وتوم مفروم، وكركم، وبابريكا، وصلصه طماطم، كوسه وبطاطس وجزر متقطعين مكعبات صغننه جدا، طماطم مفرومه، وفسله. اول حاجه هعملها ان انا هحط زيت احط اول حاجه الجزر هحط الجزر بعدين هحط البطاطس واقلبها واستناها لحد ما تسخن. احط دلوقتي بقى البصل احط الثوم المفروم احط البسله والكوسه زي الترتيب اللي انا عاملاه كده عشان طبعا الجزر والبطاطس اكتر حاجه بتاخد سوا. وبعدين احط الطماطم وبعديها صلصة الطماطم واقلبها كويس جدا بس، وابتدي بقى اتبلها بالتتبيلات اللي عندي اللي هو بهارات السمك والجنزبيل وكمان البابريكا والكركم بس مش كتير يعني كفاية كده، واقلبه كويس قوي بس احط عليه كده كوباية مية بس وهسيبه لحد ما يغلي. هجيب ووك واحط فيها زيت. طبعا احنا النهارده ما بنستخدمش زبده عشان التونه مش بتبقى طعمها حلو مع الزبده، بتدي طعم احلى مع الزيت. هنحط التونه هنا كده كده خلاص التونه سخنت كويس جدا. نبتدي بقى، انا كنت قلت لكم هنستنى لحد ما المرقه دي تنزل خالص، ولا انا يعني عشان كده شوحت التونه على جنب عشان نعمل الرز هنا وخلاص. بس ايه، هاخد شويه بس كده من الخضار ده وبرده الفلفل الالوان هحط هنا شويه كده، وهحط واحده من اللومي والرز بس، وهسيبه بقى يستوي وسط التونه والخضار وكل الحاجات دي.